السلام عليكم عزيزاتي اعزائي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وان كل شيء في امان الله. في بعض الوصفات او في عديد من الوصفات كنحتاجوا بعض الخلطات ديال التوابل اللي كتقدر انها تخلينا ما نبقاوش نقلبوا على كل التوابل بوحدو. فاليوم غادي نشوف معكم كيفيه تحضير توابل السمك اللي كيجيو لي غراتان وكذلك العماير. فهاد التوابل هذه كتكون من احسن ما يكون وكتجي عن جد من التوابل او من الخلطات اللي كيتواتاو بزاف مع السمك الابيض. الا بغيتوا تشوفوا كيفاش كنحضروا هاد وصفه توابل السمك فما عليكم الا انكم تتبعوا لا فيديو حتى الاخير. ما تنساوش ديروا لايك، تشتركوا في القناه وكذلك تفيدوني بارائكم وتعليقاتكم. يلا نشوفوا مع بعض الكيفيه البسيطه والسريعه جدا لتحضير توابل السمك. بالنسبه لتوابل السمك لاش غادي نحتاجوا، فانا هاد الخلطه ما كنديرهاش مع السمك مثلا بحال السردين او السمك اللي هو احمر، كنديرها فقط مع السمك اللي كيكون بيض اللي غنصوب به مثلا التعمارات بحال التعميره ديال البسطيلات السمك ولا كذلك لي غراتان. كيجي من اروع ما يكون، من ألد ما يكون، وإلا صوبنا هاد التخليطه هذه فكتبقى معنا وباستطاعتنا اننا فقط ناخذ منها ومن بعد نعادلو لوغو او الذوق ديال الملحه على حسب اشنو بغينا. ليش غنحتاجوا؟ غادي نحتاج هنايا شويه ديال النافع، ما مدقوق ما والو، غير هكا حبوب. عندي شويه ديال ازير، عندي واحد الراس معلقه صغير ديال الكوري، عندي الراس ديال المعلقه ديال الخرقوم، عندي هنا البصله اللي هي جافه، عندي هنايا القزبر جاف، عندي هنايا خليط الاعشاب منسمه جافه وكثرت فيها لانيت او الشبت، عندي هنايا ثومه اللي هي مدقوقه، وعندي كذلك شويه الابزار، شويه الملحه، بزاف ديال السكنجبير، وشويه ديال البابريكا او اللي غادي ندير غير شويه لان السمك الابيض ما كيبغيش بزاف ديال البابريكا. فغادي نقولوا مقدار، عندي هنايا كل شيء مقدار معلقه كبيره الا بالنسبه للخرقوم الكوري اللي عندنا غير الراس ديال المعلقه. غادي نبداو على بركه الله، بسم الله. انا درت غير مقدار صغير لان من الاحسن انكم ديروا مقادير صغيره ومن بعد كتبقاو تجددوها على حسب الطلب، فمن الاحسن ان هادشي يبقى فخي. ف درت الثومه، البصله ديالي، غادي ندير شويه الابزار. الناس اللي كيبغيو الحرور يقدروا انهم يضيفوا غير الراس ديال معلقه الابزار، يقدروا انهم يضيفوا الفلفله السودانيه او هي الفلفله السودانيه. غندير نص معلقه ديال سكنجبير لهذا الخليط. انا ما كنفضلش لان كنبغي وليداتي ياكلوا معايا هذا الشيء اللي فيه الحوت، فمن الاحسن هما ما كيبغوش الحر، فمن الاحسن انني نيفيتي. غندير شويه الملحه فقط، من بعد غادي نعادل كما قلت الذوق على حساب هذا الخليط ديالي، وغادي ندير شويه ديال البابريكا في الخليط ديالي، نخلطو مزيان. اللي بقات عندي شي حاجه ما نخلطاش مزيان بحال شي كويره ديال الشي هنا كنكونوا بهذه الطريقه حصلنا على توابل السمك. فوالا، فمن بعد ما خلطنا جميع العناصر فهي دي كتجي على هذا الشكل هذا. كل ما كنحتاجوا ليها كنقدروا ناخذوا مقدار واحد معلقه كبيره او معلقه صغيره على حسب كميه السمك اللي عندنا. انا اليوم حضرتها باش انني نجاوب على عديد الطلبات اللي كتكونسيرني هاد التوابل هذا. هاد التوابل انا نسيت ما قلتش بان في شوربه السمك كنقدروا اننا نضيف واحد معلقه صغيره فكتنسمها بواحد الشكل عجيب ورائع. فكنتمنى ان الفكره ديال اليوم تكون راقت الاعجاب ديالكم. الا كان هذا هو ما تنساوش تشتركوا في القناه، ضغطوا على زر سابوني سبسكرايب او اشتراك، وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. يلا مع بعض باش نشوفوا شهيوات اخرى اللي كتقدر تحضر بهذه توابل السمك هذا. الى اللقاء.